معك يوسف، هناك استهدافات في مناطق مختلفة وسقوط العديد من الشهداء، حتى أن الحصيلة التي أعلنت عنها وزارة الصحة صبيحة هذا اليوم ازدادت وارتفعت بشكل ملحوظ. ما هي التفاصيل؟ بالفعل محمد، فيما يتعلق بالحصيلة التي أشارت إليها وزارة الصحة الفلسطينية والتي قالت إن الجيش في غضون 24 ساعة ارتكب 3 مجازر أدت لاستشهاد 24 فلسطينيا وإصابة أكثر من 50، لكن منذ فجر اليوم أيضا استشهد 14 فلسطينيا، آخرهم كان استهداف مجموعة من المواطنين في منطقة جامعة الأزهر إلى الغرب من مدينة غزة، وهو قصف أسفر عن استشهاد مواطنين بعد استهداف آخر كان في منطقة حي الزيتون وتحديدا عند شارع صلاح الدين، وهو قصف أسفر عن استشهاد 5 مواطنين. بينما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي قبل قليل على مدرسة غازي الشوى في منطقة بلدة بيت حانون في أقصى شمال القطاع، لكن سبق هذه الغارة تحذير للنازحين في هذه المدرسة ووردتهم إشارة بالإخلاء قبل أن تغير المقاتلات الحربية الإسرائيلية على إحدى بنايات هذه المدرسة التي كان يتواجد فيها عدد من النازحين. أيضا في المناطق الشرقية للمحافظة الشمالية دوت عدة انفجارات ناجمة عن قصف مدفعي نفذته الآليات الإسرائيلية المنتشرة على طول السياج الحدودي شرقا، بينما في حي الشيخ رضوان استهدفت الطائرات الحربية منزلا ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين، وهي المرة الثانية التي تقصف بها المقاتلات الحربية ذات المنزل والذي كان قد قصف قبل يومين وفي حينها استشهد صاحب هذا المنزل. لكن في المحافظة الوسطى أيضا شيع الفلسطينيون اليوم جثامين 3 من المواطنين الذين استهدف منزلهم في منطقة دوار أبو سرار في منطقة مخيم المسيرات، كما كثفت المدفعية الإسرائيلية من استهدافاتها لأقصى المناطق الشمالية من المحافظة الوسطى.